مش أول مرة بتشهد الأكاديمية ردود فعل غاضبة بعد البرايم، ومش أول مرة بتخوض سارة مواجهة على خلفية التصويت، وهالمرة واجهت ابن بلدها محمد دقدوق اللي صوت لمحمد عبد الله وساهم بإبعاد حسام عن المسابقة. بتعرف إنه اللي بحبها كثير كان أنت ولا أحمد؟ مين؟ سارة؟ مالها شغل لازم تقول لي حسام مالها شغل. مش عنك يا قلبي، مش عنك. انا التصويت في كل مصر قلبي فهم ايه ما عم تحكي عن محمد دقدوق. مش عنك. مين حكى معك اصلا انت؟ انا ما كلمتك لا بس انا سمعت شيء مو منيح عنك. خلص يا جماعه ساره، مش عنك. طيب وليش عم تحكي معي هيك؟ تعرف بعيني كفين، بعد عني اصلا. انت مانك سوري بالاصل. ساره خلصي ركيح. دقدوق مان نحن قاعدين. يا سارة بدي اقول لك شيء. سارة 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 كلمة سوريا ما بتجيبيها على لسانك، كلها قص لسانك. سمعاني؟ واو، ما حصلت في كل المواسم. ما في فرق بين سوري ومصري ولبناني. قاعد هذا مثل اخي ما مصري ولا سوري. بس انا عم حد اخواتك اللي هتكون هون، وحتى ولو ما صوتت له حسام طالع لبرا. انا ما عارفه يحصل انا عارفه والله العظيم انا عارفه. ودقدوق بصي ساره، هقول لك حاجه، واتفر اللي عمله يا ريت لسانك ما يخاطبش لسانه ولا صباح الخير حتى. ها يعني مش في الرايحه والجايه ترمي كلمه، لا عارفه يعني ايه كانه مش موجود. عشان كل ما ترمي كلمه كل ما هو يرد هتلاقوا نفسكوا دخلتوا في حوار ملوش لازمه على الهوا. وحياه ربنا، وهو اكيد عارف ان هو غلطان وعمل الحركه دي معاكي والحركه دي مع حسام وحاجات كتير جدا. انت عندك مبدأك، اللي مش عاجبه احنا ناس واحده، احنا شعب واحد كلنا. انت فاهم كده؟ خلاص اللي مش فاهم كده يصطفل. انت بتعرف اني انا بحبك، ما تقعد تزود علي مشان الله. يعني انا من نفسي انا طيب مع كل الناس. يعني انا متعامل مع الشخص الثاني، انا متعامل نفسي مع الشخص الثاني، انا اتعامل معه باخلاقي انا. اوكي هذا شيء ثاني. انا ما حد يدخل خصوصيات اي شيء في انا ما بدخل خصوصياتك. كل واحد بخصوصيات، ما حد له صلاح يدخل خصوصيات الثاني. صح، بس انا بقول لك زي ما انت ما بتدخلش في خصوصيات حد، خليك زي ما انت عبد الله، واحنا بنحبك زي ما انت. قبل ما يطلع يغني غنيته قلت له انت سوري ارفع لي راسي، تطلع بتغني كثير منيح. يا شو عمل؟ خلص هو حر، صار هو حر. كبير بس سوري هي. هي بتمثل سوريا، هي الشخصية الفاشلة بتمثل سوريا. هي بتمثل سوريا.